السلام عليكم. اليوم في شهيوة أم وليد، راح عندكم وصفة خفيفة وهي الدجاج بالطماطيش. راح يجي بنين بزاف، يجي مجمر إن شاء الله. راح تعجبكم طريقتي. إذا راح نبدأ على بركة الله. راح ندير شوية تاع الزيت وشوية تاع الزبدة. ماذا بكم يتجهزوا فيها هذا الدجاج، تكون قدرة شوية ثقيلة، وإلا ديروا في لاكوكوت كما تحبوا. المهم لازم تكون حاجه شويه ثقيله، ما ديروش فيه حاجه خفيفه باش يطيب لكم الشبع. اذا راح نبدا بطرف تاع الدجاج. كما نقول لكم دائما الدجاج على حسب افراد العائله. النار تكون قاويه باش يتحمروا لنا الطرف تاع الدجاج. إذا راح نحمر الطرف تاع الدجاج تاوعي مليح، لازم حتى يحمروا مليح كما فهمتكم، والنار تكون قوية يعني ما تنقصيش في النار. إذا أنا راح نحمر الدجاج تاعي ونلتقي فيما بعد. إذا هنا بعد ما تحمر الطرف تاع الدجاج تاوعي كما راكم تشوفوا، حمرتهم بلا ملح بلا والو. إذا حتى يحمروا الطرف تاع الدجاج مليح، كما قلت لكم النار تكون قوية بهذه الطريقة. الآن واش راح ندير لهم؟ راح نحكم طوماطيش، زوج حبة طوماطيش مسكرتجين، نحطوهم في هذه الأثناء. راح نقصو النار كامل. كما راكم تشوفوا نقصوا النار كامل، صايي كي نديروا طوماطيش نقصوا النار. راح نزيد لهم زوج صوص تاع الثوم، نسكرفجهم من الفوق. ان شاء الله نتمنى انكم تجربوا هذا الوصفه لانه يجي بزاف بنين هذا الدجاج. راح ندير لهم الملح، الدجاج يحب شويه الملح بزياده، وشويه تاع الفلفل الكحل فقط. انا ما نحبش بزاف لي زيبيس، وتبقى كل واحد والذوق تاعو. راح ندير لهم شويه تاع المعدنوس كما راكم تشوفوا. الان هنا خلطهم مليح كما راكم تشوفوا بالطريقة. اذا دركا راح نديرهم فوق نار تكون قليله بزاف. اذا راح نبدل البلاصه، راح ندير فيه هذا الكانون كما راكي تشوفي اختي. اذا نقصوا النار كامل للطرف، نديروا الغطاء اذا نديروها فوق نار قليله ونخلوها. راح يدينا الوقت حتى لنص ساعة، يعني كل واحد والدجاج تاعو حسب الطرف اللي درتيهم. نقصوا النار، نغطوا عليه ونخلوه يطيب في غرضه، ونلتقي فيما بعد. اذا ها هو الدجاج تاعي، انا دالي 45 دقيقة، قلت لكم نص ساعة حتى 45 دقيقة. ها هو طفيت عليه. اذا شوفوا الدجاج تاعنا كيفاش تجمر، ها هو وطاب، يعني يجي روعة هذا الدجاج. لابيها قلت لكم لازم مقلة ما تلصقش، ولازم تكون شويه ثقيله. راح يجيكم الدجاج يعني روعه. ها هو الان راح نقدموه في طبق التقديم. بسم الله، راح نديرو طرف. شوفوا كيفاش جاوا محمرين وشابين بهذه الطريقه. وكل وحده دير حسب افراد العائله تاعها. وهذيك الطوماطيش تقدري ترديها ديريها على الدجاج تاعك. اذا ها هو الدجاج تاعنا، يجي بنين بزاف، يعني عنده بنه خاصه الطوماطيش والثوم، تعطي له بنه رائعه. تقدري تقدميه مع لي فخيت
وهذا يعني راه طبق كامل. نتمنى انه تعجبك الوصفه تاع اليوم، الى عجبتك ما عليك غير ديري لي جيم لا فيديو. كما تقدري تتابعيني على صفحتي على الفيسبوك شيوات ام وليد، والى الملتقى مع وصفه جديده، وان شاء الله كل وصفات يكونوا سهلين وفي متناول الجميع، والى اللقاء.